The lecture of this evening's talk, the title of this evening's lecture is Principles and Rulings with Regards to Living in the Western Lands, and that which a Muslim family should, rulings by which a Muslim family should live by in those lands and those countries. Topics the Sheikh will be discussing surrounding this subject area. Fadhal Sheikh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ونحمده أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنعم الله علينا من بعد الإسلام بنعمة السنة واتباع سلف الأمة، وهذا من باب التحدث بالنعم. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال بعض السلف: لا أدري على أي النعمتين أشكر الله أكثر، يعني على نعمة الإسلام أو نعمة الهداية إلى السنة، فإن الأرض قد ملئت بالكفار والفسار وأهل البدع وأهل الفجور والإلحاد والفسوق وغير ذلك من أنواع الكفار، وتصديق ذلك من كلام الواحد القهار، قول الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر أهل الأرض ضالين، فإذا رأيتهم بشيء من الدنيا فائزين فلا تكن حزينا من البائسين، قائلا في نفسك: كيف تطور هؤلاء وبلغوا الفضاء وحصلت لهم هذه الفتوحات والاستعمارات
ونحن أهل الإسلام في اضمحلال وضعف، لا يحيرنك هذا الأمر، فقد أفتاك الله سبحانه وتعالى، قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. وإذا سألت عن سبب تقهقر المسلمين عما كانوا عليه في عهد الرسول الأمين والصحابة المهديين، فقد أفتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا الذل الذي هو بأيدي أعدائنا علينا، بحيث أنهم صاروا في بعض البلدان الذي اضطررنا بالهجرة إليها حكامنا، هو بما كسبت أولا أيدينا، ثانيا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، حتى نراجع ديننا ونرجع إليه. لو بقينا على ذنوبنا وحصلت لنا الفتوحات لفجأنا ربما عذاب رب الأرض والسماوات في الدار الآخرة، لكن هذه مذكرات من رب الأرض والسماوات لعلنا نرجع إليه، أن نذل بيد عدونا ولا ننتصر في معاركنا. نعم، كل ذلك لنعود إلى الله سبحانه، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال المفسرون: ما يظهر من قلة الزروع والقحط وكثرت يعني الأمطار والغرق والزلازل ونحو ذلك، ونقول: والذل بيد العدو، إنما هو بما اقترفته أيدي الناس، وذلك ليردعهم رب الناس عقوبة لهم ورحمة لهم لعلهم يرجعون. فإذا ما رجعوا وتنادوا فحينئذ قد يكون الله أعذر إليهم بهذه النذر سبحانه وتعالى. فإذا مات الواحد منهم فليلقى جزاءه في قبره قبل آخرته بعد يوم القيامة والحساب، وقد أنذره رب الأرباب بما يحصل له من نكبات ومؤشرات ليعود لرب الأرض والسماوات، فما عاد، فما الحيلة معه؟ وقد جاءته النذر وهو يعلم الحق ويخالفه. فإذا كان ذلك كذلك فليس تغيير واقعنا يكون بحصر التغيير في جهاد العدو بمظاهرات كما ذكرنا بالأمس، أو جهاد
بل التغيير باتباع شريعة الواحد القدير سبحانه وتعالى. فعلينا في هذا الوقت إذا أردنا أن نعود إلى ما عاد إلى ما كان عليه السلف أن ندرس دين الإسلام دراسة صحيحة لتعلم السنة والتمييز بين ضعيفها وصحيحها وتعلم الاعتقاد الذي كان عليه سلف الأمة وتنقية المسلمين وتخليتهم من الشرك والبدع ومخالفة رسول رب العالمين وتحليتهم بنشر العلم بينهم بالتوحيد والفضائل والأخلاق الطيبة بذكر مآثر السلف حتى حينئذ يرفع الذل عنا كما قال لن ينزعه أي الذل حتى ترجعوا إلى دينكم. لاحظ ما قال إلى الجهاد لأنهم جاهدوا في أحد ولم ينصرهم الله. إذن الجهاد ليس هو الذي ينصرنا، الجهاد الذي ينصرنا اتباعنا لديننا في كل شيء. فلو كان الجهاد هو ناصرنا لانتصر أهل أحد، لكن هذا درس للأمة أن الجهاد في سبيل الله لا ينصر الجيش المسلم، ينصره اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم مع الجهاد الصحيح المبني على العلم القويم وليس العلم المختلط بالبدع والآراء والأهواء. ففي أحد جاهدوا، ولماذا لم ينتصروا؟ لأنهم خالفوا رسول الله في مسألة واحدة، قال لهم امكثوا على جبل الرماة مع أنهم يقومون الليل يصومون النهار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا معه يريدون الجنة، ولكن وقد أمر عليهم جبير بن نفير لا تغادروا هذا الجبل جبل الرماة ولا رأيتمونا تخطفنا الطير. فما أن ولى الكفار إلا ونزلوا متأولين، وجبير يقول لهم ألا تذكر وعد الرسول أو أمر الرسول الأمين ألا تغادروا، فتأولوا فنزلوا فكانت الهزيمة. فذاك أنموذج كيف ينهزم الجيش المسلم ولو كان يجاهد ما حصل لهم في أحد. لنا حتى نطيع الله في كل شيء، نطيعه سبحانه وتعالى في بيوتنا فنخرج ما حرم وما نهى عنه من القنوات والفضائيات المحرمة والموسيقى والأغاني الماجنة والمجلات الهابطة والاشتراكات الخبيثة التي تعود على الشباب المسلم بالفساد والإفساد لدينهم ودنياهم، كما سمعنا قريبا بالفيسبوك أو الماسنجر والمكالمات مع الأجنبيات والمواقع الهابطة ومواقع أهل البدع التي إفسادها للدين أشد من الشهوات، لأن المبتدع يتوب، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. صحة معاملاتنا حتى مع الكفار ولو كانوا كفار، هل يجوز أن نشتري منهم أو ننسخ أشرطة أو اسطوانات مزورة والشركة قد تكبرت الخسائر بزعم أنهم كفار، أم نصدق حتى معهم في المعاملة؟ فلا نبتاع النسخ المزورة، نعم، من أشرطة الحاسوب وغير ذلك مما اشترطوا فيه بيع النسخ الأصلية. نعم، بعد ذلك يزول عنا العجب بعد تأمل ذلك، لماذا نحن
مقهورون بأيدي أعدائنا. ليس العيب أو ليس الأمر في عدونا كما يصوره بعض الضالين، العيب في من؟ فينا نحن، لأننا ما اتبعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. لن نراجع الدين السلف، فإنه ما قال تراجعوا جهادكم دينكم. إذن نراجع ديننا في كل شيء، في تعاملنا مع الكفار، في أحكام بقائنا عندهم هنا وقد اضطررنا للهجرة عندهم في بلادهم، في معاملتنا مع ربنا، هل أدينا فرائض الله في معاملتنا مع خلقه من أهل الإسلام والكفران والرحم. فبعد ذلك سل، نعم، ولا تسأل وأنت في هذا الحال حتى يتغير الحال من حال إلى حال. أما أن نشاهد ذلك النموذج فما كان سببه إلا ابتداع المسلمين في باب الجهاد، وهو إنسان عندنا من بعض البلدان العربية في بعض الشركات قيل له قم صلي معنا الظهر، قال لا أصلي أنا. لما؟ قال لو كان الإسلام حق لانتصرنا في فلسطين والعراق والأفغان. إذن أبطل هذا الجاهل الدين الإسلامي الحق الذي جاء به محمد لأنه لم يفهمه وظن أنه دين باطل. لو كان دين حق لنصرنا الله، فما بال كلما دخلنا في معركة نوزل بيد عدونا ولم يعرف شرط رسولنا حتى ينصرنا ربنا، بل شرط الله الذي بعثه، فقال في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تتبعون إن تتبعوا سنة نبيكم أنصركم. هذا نصر الله باتباع سنة نبيه في كل شيء، في كل نواحي الحياة. وظن أن الدين باطل، فكيف نهزم؟ الدين حق. وإن كان يقرأ هذا التأريخ فلينظر إلى زمن رسول الله وزمن صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين أصحابه من بعده، كم كان لهم من الفتوحات، ما دخلوا معركة إلا انتصروا أو هزموا. اقرأ التاريخ، انتصروا وهزموا، انتصروا إلا في معركة لم يحققوا فيها شرط الله وهو عملهم بالمعصية فهزموا. ونحن اليوم كذلك لا نزال نعمل بالمعاصي، نعم، ونتعاطى الشهوة أحيانا في صورة الدين، نسأل الله العافية، حتى خذلنا وذلتنا وأذللنا بأيدي أعدائنا. فلا تبتئسوا، فمهما كان من شيء فالبشارة حاصلة إن شاء الله، وذلك بنزول عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. واليوم بعض الناس يعرف تلك المنارة البيضاء، فالله أعلم، لكنه سينزل حكما عدلا قسط، يحكم بالقسط، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل إلا الإسلام، لا يأخذ الجزية. فعندها إذا اجتمع المسلمين عليه فلا يقبل منهم دين الصوفية ولا دين الجهمية ولا دين جماعة الإخوان ولا دين التبليغ، ما يقبل عيسى إلا دين السلف، فإنه سيحكم بدين محمد الذي كان عليه السلف، ولن يقبل معه إن وجدوا إخوانيا، لا هو ولا جنده، لا يقبلون جهميا ولا صوفيا ولا إخوانيا، ما يقبلونها إلا نقية بيضاء كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البشارة العظمى لحصول نصر الله. تلك الساعة يمكن أن تسمي نفسك مسلم، ولا يشترط عليك أي إنسان أن تسمي نفسك سلفي، لأن المسلم لا يكون في ذلك المسلم مسلما إلا وهو مصفى
من البدع والأهواء فعيسى لا يقبل معه إلا من كان على طريقة أهل الحديث، فمن كان منهم فهم أولى الناس بنصرته إذا نزل، وأولى الناس ببيعة المهدي إذا ظهر، أهل الحديث الذين يعرفون صفته ويعرفون اسمه، اسم المهدي. لا كأولئك الذين خرجوا بالحرم المكي ولعب عليهم الشيطان فما عرفوا اسمه ولا أنه من آل البيت ولا وصفه، فبايعوا رجل ضحك عليهم الشيطان في الرؤى المتتابعة أنه المهدي، وما عرفوا أن الرؤى المنامية لا يترتب عليها أحكام شرعية، فخرجوا بالجهل فقتلوا الناس في الحرم قبل نحو 20 سنة أو 25 بجهل. فكن من أهل الحديث وعلم أسرتك الحديث، وبين لهم أنك لن تغلب مع الحديث، لا أنت ولا من تعول، وابني اللبنة على اللبنة، أسرة مع أسرة مع أسرة مع أسرة يتبعون الحديث، وإذا بهم ينتجون جيلا يشبه جيل السلف، حينئذ يكونون مهيئين لنزول عيسى لنصرته. فهكذا تنشأ حينئذ الأسرة المسلمة في بلاد الغرب وغيرها. نعم. So the Sheikh begins this evening after reciting the address of the Prophet ﷺ, the Khutbat al-Hajjah. He says, we thank Allah and we praise Him for having guided us to Islam. And we would never have been guided if it wasn't for the fact that Allah guided us. If it wasn't for Allah, we would never have been guided, we would never have prayed, and we would never have given charity. And this is from the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and with the blessings, about the blessings of Allah Ta'ala, we should speak, as Allah Ta'ala says in the Quran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. And as for the blessings of your Lord, speak about them, mention them. And some of the Salaf said that you should increase mention. Some of the Salaf said, I don't know whether I should be more thankful to Allah for having guided me to Islam or for having guided me to the Sunnah of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. For indeed now it is a time where the earth has become full of disbelief, of disbelievers and transgressors, open sinners and innovators, people who have rejected the faith and spread disbelief in the earth and other forms of disobedience. And this is confirmed by the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ. And if you were to follow most of those on the face of this earth, they will send you astray from the path of Allah. So if you see these people amongst the non-Muslims, you may feel, when you see them living a life of success, you may feel sorrow and sadness and wonder, how is it that they reached this level of success? And they were able to reach the moon, and they were able to conquer various lands. Yet us, we find ourselves going from bad to worse, regressing or degressing and degenerating, and losing our lands and weakness in faith. Rather, the Sheikh says that you shouldn't be taken aback by this or confused, as Allah subhanahu wa ta'ala informed you for the reason. And He said in the Quran, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Do not be deluded by the movements of the people who disbelieve in the land. They will have a temporary or a small amount of enjoyment, and then their end will be in the hellfire and an evil destination that is. And if you ask about the reason why the Muslims have degenerated and gone from
from a good situation to a bad situation, then this is something that, and they have, and they compared to what the Messenger sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba were upon. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave the answer to that question to you, as occurs in the hadith of Abu Dawood, when the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Idha tabayatum bil ina," when you begin to deal with ina, a form of usury or interest, and you hold on to the cow's tails, and you become pleased with agriculture, and you leave off fighting in the path of Allah, then Allah will allow your humiliation, and He will not remove it from you until you return back to His religion. So this humiliation that we have faced at the hands of the disbelievers, this is something that has forced us in many instances to leave the lands of the Muslims to the lands of the non-Muslims. And the reason for this is from mercy, for out of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala towards us, so that He may show us the humiliation that our own hands have earned, such that we may return to Him and recognize the humiliation that we face. And had we been left by Allah Ta'ala not facing any humiliation, then we would have not realized our error and rectified our situation. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Corruption has become widespread upon the earth and in the sea because of the evil that people's hands have earned, so that Allah may make them taste a portion of what they did, so that they may return. So as some of the scholars of Islam explained, that the widespread natural disasters like earthquakes and floods and the like, this is an example of corruption being spread in the earth and in the land. In order to make the people realize that this is a punishment from their Lord and a mercy from their Lord, so that they may return. So if a person continues upon a path of neglectfulness and heedlessness, after having been given the reminders from Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah has given him a chance to wait until he meets his death, until he is taken to account in the hereafter. So in order to witness an improvement in our condition, we should know that this does not take place only by jihad, or by, as we mentioned previously, the Shaykh said, going out in demonstrations. Rather, the positive change will take place by adhering to the Sunnah of the Prophet ﷺ, adhering to the religion of Islam correctly. Which means we should return to the way of the Salaf, the early Muslims, and study Islam in its correct light, and recognize and study the Sunnah, and recognize the authentic Sunnah from the weak Sunnah, and to purify our beliefs, and to remove all false beliefs, and recognize shirk and avoid it and innovations, and to remove all opposition to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And that we teach this to our families, and that we remind them of the way and the path of the earliest Muslims, as the humiliation will not be removed from us, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, until you return to your religion. And he did not say until you return to jihad, for the Sahaba lost a battle in Uhud, though they performed jihad, but they were not given the victory from Allah subhanahu wa ta'ala, due to the fact that there was one sin, one opposition to the Prophet ﷺ during that battle. The day of Uhud was a lesson for the Muslims, to show them that victory comes
through obeying the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and not merely by striving or performing jihad. Rather, a jihad which is based upon knowledge, a jihad which is based upon the correct understanding of Islam and acting upon that. So why is it that the Muslims in Uhud were not given victory? It was because they differed and opposed the Messenger sallallahu alaihi wasallam in only one matter. Yet these were people who were companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, and they were spending their nights in prayer and their days in fasting. So when Jubair ibn Nufair radiallahu anhu was placed in charge of the archers on a small mountain next to Uhud, it was said to them, "Do not move. Even if you see that the birds are eating from our heads," or as he said, sallallahu alaihi wasallam, "you remain in your places." So they remained there until it was whispered to them that the battle is over and the Muslims have won. Descend from your places. And Jubair radiallahu anhu, he reminded the people, "Didn't the Prophet told you to wait and stay here, remain where you are," until they were taken by a misinterpretation of sorts, and they went down from the mountain considering themselves to be for the battle to have been finished, and as a result of that they lost that battle. So this is an example to us how, by opposing the command of Allah subhanahu wa ta'ala in following the Messenger sallallahu alaihi wasallam, how Muslims will face the results of their actions. So until we return to Allah subhanahu wa ta'ala and obey him and his messenger in everything, we will have to face a portion of this humiliation. So we must obey Allah subhanahu wa ta'ala therefore in our houses by removing the impermissible satellite channels that bring all filth into our houses, and removing the filthy magazines and music and all of these types of things, and also by distancing ourselves from the social network websites, the likes of what we have heard recently, and the filth that is found on websites such as Facebook, and the evil that takes place in chat rooms and contact of opposite sexes on Messenger and the like. So the Shaykh gives us this reminder to say that we should free ourselves from all types of sins and stay away more so from the websites of the people of innovation, for innovation is worse and more severe than other forms of sin, because the innovator is less likely to leave his innovation. He thinks he's upon obedience to Allah. So we should also correct the way we deal with the non-Muslims amongst whom we live. So for example, we shouldn't justify breaking the copyright laws that by copying their CDs or their programs or that they may have prepared, or software and the like, with the excuse that these are non-Muslims and they don't have this protection from us or these rights over us. So rather the Shaykh says that surprise will be removed from you once you see that our, let me get that statement, that surprise will be removed from you once you feel and you see the humiliation being removed from you as a result of you returning back to your religion in every sense of the word, such that you deal correctly with the non-Muslims amongst whom you live, and you learn the rulings of living amongst them, and you do other good deeds like tying the ties of relationship amongst yourselves. And then the Shaykh mentioned an example of a person who has misunderstanding with regards to obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and the victory of the Muslims. Someone who he came across in Saudi Arabia, when he was asked to come and pray Salat al-Dhuhr, he said, "I would never pray. I have stopped praying. Why should I pray when the Muslims in Palestine and in Afghanistan
they are not getting victory. What is this Islam? If Islam was the truth, the Palestinians would have been victorious, and the Muslims in Afghanistan would have been victorious, and the like. So this person, he had evil thoughts about Islam, about Allah and the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he didn't realize that the condition that Allah subhanahu wa ta'ala placed upon the Muslims for victory was that we first give victory to Allah by obeying His rulings and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As Allah Ta'ala says in the Quran, "In fansurullahi ansurkum." If you were to give victory to Allah, then He would give victory to you. So look, say to this person, did you not look into the history of Islam and the history of the Prophet ﷺ and the Sahaba? Whenever they went into a land, they opened it and they overtook it and they ruled it. Except in an incident where they sinned or they opposed the Messenger ﷺ with one sin, and then they were made to taste the repercussions of their actions. So how sad is, the Shaykh says, that people now, they disobey Allah in the name of Islam by innovating and adding new things, and this will continue, this struggle will continue until Isa alayhi salam descends at the white minaret in Damascus. That is known to some people, if it is that one or not. Some people claim that they know which minaret it is. Whichever one it is, when Isa alayhi salam descends, he will come, and he will only accept Islam as a religion from all the people, and he will break the cross, and he will kill the pigs, and he will only accept the Islam that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba were upon. There shall be no room for existence of the various groups and parties amongst the Muslims. There will be no Sufis, no Ikhwan al-Muslimun, no Tablighis that will be accepted by Isa alayhi salam. Rather, he will only accept the way of the Salaf, the way of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba. So therefore, only purity and religion will remain. At that time, you will be able to say about yourself, "I am a Muslim," without having to clarify your Islam by saying, "I'm a Salafi." Because the only Islam that will remain that day will be that Islam which is upon the way of Ahlul Hadith, the people upon the way of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And these are the ones today who are first and foremost and take priority in knowing, in giving, pledging allegiance to the Mahdi when he comes. For they are the ones who know him, and they know his description and his name. As in opposition to those people who claim they know these things, like those people almost three decades ago, they claimed in the Haram of Mecca, in the Kaaba, that amongst them was the Mahdi, based upon a dream that they had, and that they had to pledge allegiance to him, and they spread much corruption and killing at that time. Didn't they realize? That didn't they know the description of the Mahdi? Didn't they know his name? Didn't they know that Islamic rulings are not based upon dreams? So teach your family the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and build up a strong Muslim family based upon the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and be a foundation brick. And build on top of that brick, and then join your bricks with other families and their bricks until you can build a society that spreads and grows up and forms upon the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وسيكون حديثي لكم بعد هذه المقدمة في مسائل لبيان قواعد وأحكام التعايش في بلد الغرب أو في دول الغرب، وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة. أولا، حكم البقاء في بلاد الكفار، وهل يشترط كما قال بعض الفضلاء من أهل العلم في هذا العصر أن تهاجروا من هذه البلد إلى بلادكم؟ وكان أذكر يشدد في ذلك على كل من سأله واتصل عليه. طاعة النظام في هذه البلاد، نعم،
هل تكون طاعة بلا بيعة؟ التعامل مع الجيران والأصحاب في العمل في هذه البلاد من البدء بالسلام، المصادقة، برهم ومعاملتهم بالحسنى، الزواج منهم وشروط ذلك، مشاركتهم في أعيادهم، تعزيتهم في ميتهم، البيع والشراء معهم، مشاركتهم في الشركات، الاختلاط بنسائهم. رابعا التشبه بالكفار أو التشبه بهم في اللبس وقص الشعر وقاعدة في ذلك، أخذ القروض من بنوكهم إذا كانت ربوية، الطلاق والخلع في بلادهم وليس فيها قاضي مسلم، وحكم الزواج من أسلمت وليس لها ولي، الحضور في مدارس الأقليات المسلمة من أهل البدع لتعلم القرآن والتجويد، مشاركة أهل البدع في الدعوة إلى الله ومجالستهم في هذه البلاد، بيع النسخ المزورة للشبكري أو الاستوانات المزورة من أو الخاصة بالحاسوب والبرامج المنسوخة إلى غير ذلك، ربما المسائل بحسب ما يسعفنا الوقت. نعم، فنجعل أخونا الآن يتلو عليكم هذه الفقرات. So the Sheikh says that after this introduction of mine to you, I will begin to speak to you this evening about rules and principles with regards to living amongst Western society, living in Western lands. And my talk to you this evening will be upon the around the following topic areas. Firstly, the ruling of living in the lands of the non-Muslims and the conditions of that. Is it as some scholars or some noble people we found being very severe and very strict about that issue, and whenever anyone phoned them about this issue were very, very severe and strict on that one particular position. Secondly, the obeying the rule of a land without the lands of the non-Muslims without pledging allegiance in order to bring about al-maslaha or general good. Thirdly, dealings with the neighbors and colleagues at work. And this is, under this means, is for example, starting others with the greetings, shaking hands, and dealing with them in a good way. Also, marrying from the non-Muslims and the conditions of that. Dealing with them joining them in their celebrations and giving them condolences at the time that someone dies amongst them, buying and selling and cooperating with them in business, mixing with their women. This is the third point. The fourth point, the rulings regarding resembling the non-Muslims in clothing and in the design of the hair, how the hair is cut, and the principle with regards to this. Fifthly, taking usurious loans from their banks. Sixthly, a divorce, whether it be a man divorcing his woman or the woman seeking al-khulq from the man, which is when she seeks to be the marriage to be absolved. And the ruling of marrying a person without the permission of her wali or her guardian. Seventhly, attending the schools of the minority Muslims, where the Muslims are a minority, the schools of the innovators, in order to learn the Quran and learn Tajweed. Eighthly, mixing with the innovators or cooperating with them in matters of da'wah to Allah, sitting with them. And ninthly, the ruling with regards to buying and selling pirate software.